ان شاء الله باذن الله تعالى. الحمد لله قلل الخوف وقلل الستريس كما نقولوا. الحمد لله الحمد لله، ندعو الله عز وجل الثبات غدا والتوفيق باذنه تعالى، والتوفيق لبقيه المتسابقين، وبارك الله فيكم. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا. الحمد لله، اليوم يعني كنا في برايم تدريبي او تجريبي تحسبا للبرايم المباشر غدا ان شاء الله، ان شاء الله الظهرة التنافسية الثالثة. الحمد لله كل شيء جاز بخير وعلى خير. تدريب من شأنه ان ينقص يعني لدينا في حجم التوتر والارتباك. بما انه انا ساكون من بين المتنافسين الذين سينشطون هذه السهرة، هذه الحصة يعني كانت مفيدة لنا، خاصة يعني بسببها قل التوتر وعرفنا شوي الأجواء تاع البلاطو. دقائق عديدة تسلون على برايم الثالث من مع تاج القرآن الكريم. هذا البرايم الذي يكون يعني أكثر تنافسا من البرايمات الماضية. سنشهده الطلبة الذين هم مرشحون لهذا البرايمات، نرجو لهم التوفيق والسداد في قراءتهم وفي هذه المسابقة. إليك من الكتاب.
فوجئت لكن فجأة جاء وراها خير من الكريم أن ألتقي معها الجمعة المبارك من رجال ونساء يحبون الدين ووطنهم فأكرم بهذا النوع. زادكم الله كل خير وتوفيق إن شاء الله لخدمة الدين للعباد. أداء طلبة كان مميزا وكان المستوى متقاربا. ما سألته أنا من يعني كعضو أو كرئيس لجنة التحكيم هو التقارب الكبير بين مستويات التجويد والأداء عند الطلبة. الحقيقة وكنت قد ذكرت ذلك في آخر الكلام، صعوبة التحكيم تكمن في قصر الوقت المتاح للطلبة، يعني في ظرف دقيقتين وشوية يصعب على الطالب والطالبة أن يؤدي بأن يعطي كل ما عنده أو على الأقل أن يقنع لجنة التحكيم بكل ما عنده، ولكن حسبهم أنهم قد بذلوا جهدهم وإحنا إن شاء الله نجتهد اجتهادا في اختيار وانتقاء من يكون الأحرى بتمثيلهم في البرايم الأخير الذي سيتأهل له إن شاء الله من يتأهل. طالب ظهروا في صورة يعني جيدة من حيث العناية بالأحكام واتباع شروط القراءة السليمة الصحيحة، والتنافس يعني كان على أشده، وجو القرآن الذي سمعناه يبشر بمستقبل يعني مشرق إن شاء الله. الحمد لله الذي وفقني للوصول هذه المرتبة، يعني لم أكن راضيا على أدائي 100%، لكن الحمد لله سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من الذين يتلون القرآن حق تلاوته. الحمد لله نوعا ما كنت راضي على الأداء تاعي. نطلب الله عز وجل أنه يوفقنا ونكون من الخمسة الذين ينشطون السهرة التنافسية الأخيرة بإذن تعالى، والسلام عليكم. الحمد لله كل الإخوة كانوا ما شاء الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى البرايمات السابقة ما شاء الله مستوى، يعني مثلنا معهد تاج القرآن الكريم وولاية أحسن تمثيل. أنا لست متخصصا في القراءة، ولكن طلبتنا وطالباتنا متنافسين يحسنون ويتقنون ويترقون، يترقون في القراءة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التيسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم المزيد من إتقان أحكام التلاوة، ونفع الله بهم البلاد والعباد. أنا متمنية كبيرة نشارك فيها إن شاء الله ونكون من ختمة القرآن إن شاء الله. تصفيات كانت رائعة جدا، والأداء المتسابقين كان متميزا، ولا شك أنه في هذا الأعداد الأخيرة أن التنافس يشتد ويحتدم. كان السهرة مميزة، سهرة ما شاء الله كيف لا، هي مزينة بالقرآن الكريم تاج القرآن، يعني كانت هذه طبعة مباركة وصوت مميزة، يعني وفق الله سبحانه الجميع لما يحب ويرضى، كل القائمين على ذلك على الله عز وجل في ميزان الحسنات.